قناة الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمل رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. يندرج حجر الزفير في إطار مجموعة أكثر أربع أحجار نفيسة في العالم، والتي تضم الألماس والياقوت والزمرد، حيث يعتقد بعض على قدرته على الحماية على حسب كاتبهم، واكتساب الحكمة على حسب زعمهم، ويعتقد البعض في اتصاله بالكون، إضافة إلى قدرته على نشر السعادة والأمل والحماية خلال الرحلات الطويلة. الله أكبر. إذا كان هذا الحجر له هذه الخصائص، فهو بهذا المعنى يعتبر إلها من الآلهة. والحقيقة هو أنه لا إله إلا الله. أيضا إلى جانب أثرية على جلب الضوء والسلام الداخلي وفتح منظور العقل على الجمال وتحفيزه على الإبداع. هذه المعلومات كلها ستقرأها في المواقع الخردة. هناك مجموعة من المواقع العربية التي تتحدث عن الأحجار الكريمة على أنها أساس أنها مواقع متخصصة، وهي تسميها مواقع خردة. إذن أفضل أنواع حجر الزفير يمكن العثور عليها في مناجم سريلانكا وتايلاند والهند وبورما ومدغشقر وأستراليا والبرازيل. أما ما يستخرج من بورما يتم اعتباره ذو قيمة أعلى من المستخرج من مدغشقر، ذلك نتيجة لكونه يتميز بلونه الأزرق الجذاب، بينما يعد المستخرج من الهند من أكثر الأنواع ندرة على الإطلاق، مما يجعله أكثر الأنواع المرتفعة ثمنا بين الأخرى، لأن المناجم المتواجدة هنا قد تم استنزافها منذ زمن بعيد. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. بانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.